بسم الله الرحمن الرحيم حظيت وتشرفت بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية وتسلم مني رسالة خطية من أخيه سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحمل هذه الرسالة مشاعر الود والإخاء والمحبه والثقه المتبادله بين قاد قائدي البلدين الشقيقين، وسمحت لهذه المقابله الكريمه بتبادل الافكار حول تطبيق ما اتفق عليه بين البلدين الشقيقين. وبين الرئيسين منذ زياره الدوله التي قام بها السيد عبد المجيد تبون الى تونس الشقيقه في شهر ديسمبر المنصرم واستطيع القول ان العلاقه الجزائريه التونسيه بخير بالف خير وان العلاقه القويه الوجدانيه بين شعبي البلدين وهما شعب واحد في بلدين هي علاقه متميزه هي علاقه قادمه على مستقبل واعد ونطبق ما اتفق عليه ونفتح افاق جديده لهذه العلاقه وس تنعقد اللجنه المشتركه الكبرى في المستقبل وستتم كذلك لقاءات اخرى على مستويات اخرى بين البلدين الشقيقين ونحن في خضم الاحتفال بعيد اعيادنا عيد الستين لاسترجاع الجزائر لاستقلالها الوطني ونعتبره كما يعتبره سياده الرئيس قيس سعيد عيد مشترك للشعبين الجزائري والتونسي حيث امتزجت الدماء على مذبح الحريه وتبلورت روح التضامن المطلقه للشعب التونسي الشقيق مع الشعب الجزائري اثناء ملحمه التحرير التي نعتبرها مكسبا تاريخيا لكافه شعوب المنطقه فلزياره مثلما تعلمون شقين الشق الثنائي وهو الذي يتمثل في هذه الملاحظه الحقيقيه والقويه وهي ان العلاقه الجزائريه التونسيه بخير والشق الثاني مرتبط بالتشاور الثلاثي الجزائر التونسي الليبي حول أوضاع المنطقة مركزين بطبيعة الحال حول الأوضاع في ليبيا الشقيقة ومكرسين لسنة التشاور والتنسيق حول كافة القضايا التي تهم البلدان الثلاث فهذا الشطر الثاني في غاية الأهمية كذلك واستفدنا من توجيهات الرئيس قيس سعيد حول ضروره التعاون والتنسيق في كافة المجالات دفاعا على مبادئنا وقيمنا ومصالحنا ونحن ملتزمين بهذا العمل مع بعض كوزراء خارجيه للجزائر وتونس وليبيا فاستطيع القول ختاما ان الزياره ناجحه بكل المقاييس واحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك واعتقد ان للشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي كافه الاسباب للاعتزاز بعلاقات متميزه وللشعب الليبي الشقيق كذلك ما يكفيه من الاعتقاد والقناعه من ان الجزائر وتونس سوف يعملان الى جانب الشعب الليبي الشقيق لتمكينه من استرجاع كافه اسباب التنميه والاستقرار والرقي في ظل ليبيا واحده موحده تستفيد من حرمة ترابها ومن استقلالها الوطني وترتكز إلى سيادتها الوطنية لتقديم المزيد من الدعم لمسيرة المنطقة نحو التكامل والوحدة المنشودة